نشاهد صور مباشرة في ذلك للحافلات، باصات بيضاء تنطلق باتجاه بتونيا أعتقد، متوجهة وتقل الأسرى الأسيرات والأطفال الفلسطينيين. يمكن، وهناك بالتأكيد يجب أن تكون هناك أيضا مركبات إسعاف، لا أدري إذا كانت تستطيع الظهور على الصورة أم لا، لأنه ما وردنا أيضا أن هناك مركبات إسعاف ستنقل أسيرات تحديدا، يمكن أن يكون بحالات صحية صعبة، يمكن أن يتم نقلهن إلى المستشفى، لا أن يتم المجيء بهن إلى هذا الموقع، ومن ثم ينقلون إلى المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات قبل أن يتم إطلاق سراحهن.